بس الشكمان يعتبر من وجهة نظري هو مايسترو العربية، الملح اللي بيدي للأكل النكهة. حساس الشكمان العامل الرئيسي لزيادة استهلاك البنزين في أي عربية. حساس الشكمان بيتنظف ولا أنا مجبر أغيره؟ هنتكلم النهاردة عن وظيفته وأنواعه وإزاي أقدر أفحصه عملي وإمتى أبقى مضطر إن أنا أغيره. تابع الحلقة للنهاية هتجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة، معاكم أحمد حسن. لو لسه أول مرة تابعنا انزل اعمل سبسكرايب للقناة وشوف باقي فيديوهاتنا اللي فاتت. من قبل كده ازاي نقدر نفحص حساس اي عربية باستخدام برنامج الاوتو داتا او المانوال سيرفيس لاي عربية، حلقة مفيدة جدا، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. واتكلمنا ازاي تقدر تقرا اي وايرنج دايجرام لاي عربية، وبرضه هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. حساس الشكمان بيقيس نسبة الخليط في العادم الخارج من غرفة الاحتراق، وبيدي اشارة للكنترول بالنسبة دي، وكنترول بيدي اشارة للرشاشات بزيادة او تقليل ضخ نسبة البنزين عشان نقدر نوصل للنسبة المثالية اللي هي 1 جزيء بنزين لكل 14 جزيء هواء. فبالتالي الإشارة اللي بتوصل للكنترول من حساس الشكمان لو بتوصل غلط هيدي إشارة للرشاشات بضخ نسبة أعلى من البنزين، وهتزود استهلاك البنزين معايا، قد تصل إلى استهلاك 50 لتر بنزين لكل 300 كيلومتر. طيب حساس الشكمان هل بيتغير ولا ممكن يتنظف زي ما بنسمع؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الاول انواع حساس الشكمان. اول نوع وهو يعتبر في الانواع القديمه من العربيات اللي هو طرف واحد او طرفين، وده ما بيشتغلش معايا الا في حاله وصول درجه حراره العربيه لدرجه حراره التشغيل. فبالتالي نسبه زياده استهلاك البنزين في بدايه ما شغل العربيه لغايه لما اوصل لدرجه حراره التشغيل بتكون النسبه عاليه شويه. وحاليا النوع الثاني 4 طرف، وده موجود في معظم العربيات الحديثة دلوقتي. منهم طرفين بيكونوا للهيتر، مجرد ما بفتح كونتاك الهيتر بيشتغل، فبالتالي بيرفع درجة حرارة الحساس معايا، فبيقرأ القراية معايا مظبوطة من البداية. والطرفين التانيين بيكونوا السيجنال بتاع الكنترول. طيب هل ممكن انضف حساس الشكمان؟ ممكن انضفه في حالات معينة، لو كانت القراية اللي واصلة من حساس الشكمان للكنترول فيها ايرور بسيط مش ايرور كبير، وبيكون الهيتر بتاع الحساس معايا سليم، فبالتالي بفك حساس الشكمان وبنضفه بكارب كلينر او على جهاز تنظيف الرشاشات اللي هو الالترا سونيك، وبشيل نسبة الكربون المتراكمة على حساس الشكمان. طيب امتى بقى مضطر اغير حساس الشكمان ده؟ في حالة ان هي يكون عندي اصلا قطع في الهيتر بتاعه، وده بيكون معايا لمبة الاعطال منورة معايا على التابلو، ولما باجي افحص بجهاز الاعطال زي ما هنشوف دلوقتي هلاقي عطل الهيتر بتاعه، فبالتالي بلجأ ان انا اضطر ان انا افحص الحساس او افحص الضفيرة عشان اعرف المشكلة من الحساس ولا من الضفيرة. يلا بينا نشوف ازاي هنفحص العربية اللي فيها عطل لمبة اعطال بسبب حساس الشكمان، وامتى اخد القرار ان انا مضطر اغير حساس الشكمان. يلا نشوف الشرح. هنيجي دلوقتي نبص على العربية اللي احنا شغالين فيها، عربية متسوبيشي لانسر. طبعا هنيجي نبص هنلاقي لمبة التشيك منورة. نيجي هنا نبص على جهاز الاعطال هنلاقيها قارئة معايا حساس الاكسجين اللي هو حساس الشكمان والهيتر بتاع الحساس. طبعا احنا شرحنا في حلقة قبل كده ازاي نفحص اي حساس في العربية عشان نعرف المشكلة في الحساس ولا في الضفيرة، وهكون سايب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. هنيجي دلوقتي بقى نفحص الحساس ونفحص الضفيرة عشان نشوف هل المشكلة في الحساس نفسه عشان نغيره ولا المشكلة في الضفيرة. يلا نفحص الحساس. هنيجي دلوقتي للجزء العملي، نفحص الحساس عملي. معايا اول حاجة الافوميتر اللي هقيس بيه الفولت والمقاومة، هطلع فيشة الحساس. طبعا انا شرحت في حلقة قبل كده ازاي افحص حساس اي عربية باستخدام برنامج الاوتو داتا، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن، يا ريت الكل يشوفه لانه فيديو مهم جدا. بطلع دلوقتي الفيشة. طبعا حساس الشكمان ده 4 طرف، 2 للهيتر وواحد جراوند سيجنال واحد للسيجنال للإشارة. هجيب دلوقتي الافوميتر على وضع الفولت وابتدي اقيس الفولت اللي واصل لغاية فيشة الحساس عشان اشوف المشكلة في الحساس ولا في الضفيرة.
هاجي هنا طبعا البنات اللي انا هشتغل عليها دي اللي بيحددها لي برنامج الاوتو داتا، فعشان كده بقول لكم الشرح بتاع الحلقة اللي فيها شرح الحساسات شرح مهم جدا جدا. طبعا ثبتت الطرف الارضي، هاجي بقى على الطرف الموجب اثبته عشان اشوف يقرأ معايا كام فولت. لو قرأ معايا ال 12 فولت المفروض يبقى انا كده الفولت عندي واصل مظبوط والمشكلة في الحساس. ما تقريبا قرأ معايا ال 12 فولت دلوقتي، يبقى انا غالبا عندي هيكون المشكلة في الحساس. هتأكد برضو وهقيس المقاومة اللي في الحساس. طبعا انا عندي الحساس المفروض الطرفين في معظم الحساسات الطرفين بتوع الهيتر لونهم ابيض، في الحساس ده طرف واحد ابيض والتاني اسود، لكن بنسبة 90% او 95% من الحساسات بيكون الطرفين بتوع الهيتر لونهم ابيض اللي انا بقيس خلالهم المقاومة. هاجي دلوقتي ثبت الطرفين اللي هم الطرفين بتوع الافوميتر، المفروض دلوقتي ما جابش معايا اي قراية، يبقى انا كده عندي المشكلة في الحساس. يبقى انا دلوقتي هروح اشتري حساس جديد وهركبه في العربية وامسح اعطال، كده العربية معايا هيبقى حاسس شكمان شغال 100%. يا رب الفيديو يكون عجبكم.